الخير. مستمرين في ملف حكم الإمام الشافعي، والإمام الشافعي هو واحد من أبرز أئمة أهل السنة في التاريخ الإسلامي وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي، وهو ثالث الأئمة الأربعة. هو اللي أسس علم أصول الفقه وكان إمام في علم التفسير وعلم الحديث. اتولد في غزة واتدفن في مصر من 1400 سنة، وبرغم كل السنين دي لكن علمه وتأثيره حاضر، وتسمى الإمام المجدد وعالم العصر. وبعيد عن علومه وفقهه وكتبه، فالشافعي كلامه العادي كان حكم عاشت معانا لحد دلوقتي. فحكمه وكلماته منهج للحياة وللأخلاقيات وللتعاملات، وده اللي بنعمله الملف ده، نتكلم كل يوم عن حكمة من حكم الإمام الشافعي. حكمة النهاردة قال فيها: إذا حار أمرك في شيئين ولم تدري حيث الخطأ والصواب، فخالف هواك، فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب. معنى الحكمة إنك لو احترت بين الغلط والصح فخالف هواك، ما تطوعش نفسك وأهوائك. النفس فيها الفجور والتقوى، لكن من طبيعتها إن النفس بتميل للشهوات، فمحتاجة مجاهدة علشان تلحقها أول بأول وما تطوعهاش. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، نفسه هي اللي اتحكمت فيه فقتل قابيل أخوه. فمهم قوي تحدد مين اللي متحكم جواك، مين تحت طوع مين. قلبك وعقلك متحكم فيهم نفسك بأهوائها، ولا قلبك موصول بالله هو اللي مطوع نفسك فبتتعامل بالتقوى مش بالفجور. الكلام ده علشان تعرفه لازم يكون موجود جواك حاجة مهمة جدا، هو الصدق. الصدق هو اللي هيروض نفسك ويخليها تحت طوع القلب الموصول بالله وبمنهجه. فالعلماء قالوا إن أول خطوات ترويض النفس هي الصدق. إزاي؟ قالوا إن المقصود بيه هو تمرين النفس على الصدق في الاعتقاد وفي الفكر وفي العمل. يعني إيه؟ يعني طول الوقت بتكشف على أفكارك ورغباتك وكلامك وأفعالك، هي صادقة فعلا وهدفها نابع أو تابع لمنهج ربنا، ولا الهدف أهوائك؟ مسألة مهمة جدا، لأن كتير بنضحك على نفسنا علشان نطوع نفوسنا. العلماء في منهجهم في التربية قالوا علشان تربي نفسك فربيها بالمقاومة، بأنك تعرض الأمور على نفسك وتخالف رغبتها. كان في قصة حصلت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لراجل يهودي كانت له خوارق فافتكروه ساحر، فالناس حكوا لسيدنا عمر عنه، فراح خبط الباب عليه فعرف ان عمر بن الخطاب من قبل ما يشوفه. فسأل عمر: من أين لك هذا؟ الكشوفات دي جات لك منين؟ قال له اليهودي: عهدت نفسي أن أخالفها، يشوف نفسه عايزة إيه فما يطوعهاش. فهز بنفسه وروضها، فوصل لمراحل عالية من الصدق مع النفس، فربنا وهبه نعمة الكشف. طيب الناس سألت: إزاي يبقى يهودي وله الكرامات والكشوفات دي؟ وده نسمع عنه كتير، ناس ممكن مش مسلمة خالص ولها قدرات خاصة غيبية والناس تتفتن بيهم. قال العلماء في الموضوع ده إن القدرات دي رزق زيها زي الأكل والشرب، ربنا بيرزق بيها الجميع. فاليهودي ده اجتهد في ترويض نفسه وتهذيبها، فكان له مكافأة من ربنا لاجتهاده، هي هبة ورزق زيها زي أي رزق. فاللي حصل إنه عرض عليه سيدنا عمر الإسلام، فقال له اليهودي: اديني 3 أيام أفكر. ورجع بعدها لسيدنا عمر أعلن إسلامه، فسأله عن السبب، فقال له: عرضت على نفسي الإسلام، فلما رفضت رفضت رفضا شديدا وخالفتها. فصدق التربية مع النفس وترويضها نجاه. فالبطانة الأساسية في ترويض النفس هي مخالفتها عن أهوائها ورغباتها الغير موصولة بالله. طبيعي ليك هوى وليك مزاج، لكن لازم تتأكد إنه هوى موصول بالله، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. الترويض درجات. في ترويض العوام، بتروض نفسك بأربع حاجات: بالأخلاق، بالعلم، بالإخلاص في العمل، بمراعاة الحقوق. الأربعة دول يقدروك على ترويض النفس ويفعلوا الصدق فيها. لكن في ترويض الخواص، العلماء قالوا فيه إن النفس فيه مش مشتتة ومشغولة بحاجات كتير عن ربنا، مش شغلها رزق وظروف ومشاكل. أهل الخواص شغلهم الشاغل هو الله، فنفسهم تحت طوعهم، مش فتن الدنيا هي اللي بتتحكم فيهم وفي نفسهم. وده ما بيحصلش فجأة، محتاج رحلة ترويض للنفس تبدأ بهمة وقرار من جواك: مش هخلي أحداث الدنيا تستحوذ عليا. ولازم الرحلة دي فيها انشغال بالعلم والذكر مع بعض، فيحصل إحلال وتبديل لاحتياجات النفس، وهتروضها على الصدق. فهتعرف وقتها انت في كل اختيار وقرار ورغبات محركك بيكون هوى نفسك ولا منهج ربنا وقوانينه. حكمة معانيها مهمة جدا في تأسيس معاني أساسية في العقيدة، هنتكلم عن الحكمة بالتفصيل مع ضيفتنا أستاذ دكتور راوية خليل الواعظة بوزارة الأوقاف بعد الفاصل.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. بنكمل في حلقتنا الاخيره في ملف الامام الشافعي، وضيفنا النهارده استاذ دكتور راويه خليل الوعيزه بوزاره الاوقاف. اهلا وسهلا حضرتك يا دكتور راويه، بتنورينا كالعاده. ربنا يعزك ويرفع قدرك يا رب. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الحكمه النهارده بتقول: اذا حار امرك في شيئين ولم تدري حيث الخطا والصواب فخالف هواك فان الهوى يقود النفس الى ما يعاب. الله، ايه المقصود بالحكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد. من نعم الله سبحانه وتعالى علينا أن جعل في القرآن دستور حياتنا نعمة الاختيار، وجعل الاختيار نوعين: اختيار يعني ما فيهوش لا صح ولا غلط، اختيار عادي أن أنا أجي، أن أنا أنزل، أن أنا أصحى، أروح مؤتمر، أرجع، ده اختيار ما فيهوش ما بين لا خوف ولا رجاء. والاختيار الثاني مقيد، يعني الأولاني ده مباح ان انا اعمل فيه كل اللي انا عايزاه، والاختيار المقيد بافعل ولا تفعل اللي هو ربنا سبحانه وتعالى وضعه لنا. المنهج اللي احنا بنمشي عليه دستور حياتنا. فانا في حاله الاختيار بفوض الامر اولا لله، لكن لما ربنا ساب لي نوع من الاختيار اللي هو ما فيهوش لا صح ولا غلط، الاختيار ده اللي انا افعل فيه كل ما اريد. في بعض الناس اللي هم ربنا قال عليهم عباد الرحمن، حتى في الاختيار الغير معصوم ده بيرجعوا لي الله سبحانه وتعالى، بيتركوا كل حياتهم لله، حتى في الاختيار ده، حتى في هذا النوع من الاختيار، علشان ربنا سبحانه وتعالى سماهم عباد الرحمن اللي هم يا رب الذين يمشون على الأرض هونا. حتى في الاختيار الغير معصوم تركوا الأمر كله لله. فربنا لما علم بما في القلوب ونظر إلى قلوبهم بأنهم فوضوا كل الأمر لله وتركوا كل حياتهم لله، فقال للشيطان إيه؟ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مين دول يا رب؟ دول خاصة الخاصة اللي هم فوضوا كل الأمر لله. لكن الإنسان في حياته العادية ربنا بيديله مجالات كتيرة جدا للاختيار، لكن ربنا ضرب لنا مثل رائع في القرآن الكريم بمثال للاختيار، لما سيدنا سليمان بعت لبلقيس ملكة سبأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، خطاب جامع مانع أربع كلمات، لكن هي كانت ملكة عظيمة ولها ملك، فطبعا احتارت، ده أنت جاي بأمر جلل هتغير كل العقيدة. فبدأ هنا الاختيار، فعملت ايه؟ جمعت كل الحشية بتاعتهم وقالت لهم ايه؟ افتوني في امري ما كنت قاطعة امر حتى ايه؟ ترشدون او حتى تهتدون، المهم قولوا لي رأيكم ايه في الامر ده. فربنا ادانا هنا مثال بالاختيار علشان الانسان يستضيء دايما بنور الله. ومن ضمن الاختيار ربنا شرع لنا حاجة رائعة هي صلاة الاستخارة، ان انا هفوض فيها الامر لله، لكن انا مش عارفة اختار، يعني الاختيار ده انا حتى مش عارفة اختار، فهعمل ايه؟ فأرجع كل أمري إلى الله سبحانه وتعالى بإني إيه؟ ألجأ إليه في صلاة الاستخارة وأقول له يا رب أنا خلاص منعت نفسي عن الهوى، أنا عندي حاجتين وقلبي ميال شوية للحاجة دي، لكن أنا عايزة قدرك أنت اللي يكون أفضل ليه. طب ما ممكن اللي ربنا يختاره لي يكون عكس هوى نفسي، لكن هيكون فيه الخير، لأن ربنا الله يعلم ما لا تعلمون. وربنا قال إيه؟ الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم. ورانا الشورى هو في ملكة سبأ، ورانا اختيار الإنسان بإني أعمل صلاة الاستخارة وأفوت كل الأمر لله. طيب هو دكتور راوية، فكرة الاختيار، احنا طبعا دايما في برنامجنا لأن الدين ما شاء الله مليان كمية تفاصيل وكلها داخلة في حياتنا، بس احنا لسه بنتعلم نستمدها ازاي عشان نعرف نستخدمها بجد. نعم. فمثلا عملنا حلقات عن فكرة القرار والاختيار لو أنا محتار. نعم. ودي كانت شق مهم جدا في الاختيار، وحضرتك ما شاء الله جمعت لنا اوجه الاختيار شكلها عامل ازاي. النهارده بقى يعني مخصصين الحلقه ان احنا نتكلم عن فكره لو الانسان محتار ما بين صح وغلط. نعم. مش فكره اختيار محتار فيه وقرارات في الحياه. نعم. لا، ما بين هوى النفس ومنهج الله. الله. النفس جبلت على الفجور والتقوى، والنفس ميالة للشهوات وميالة للطريق انها تتبع الهوى. فكرة ان احنا علشان نروض النفس وتتبع التقوى، دي مرحلة هي اللي هتوصل لنا في النهاية انا اتصرف ازاي، اختار ايه، ايه اللي على منهج ربنا وايه اللي لا. الامام الشافعي قال هنا بصلة نمشي وراها، دي اللي عايزين نوضحها قوي يا دكتور راوي. قال: فإذا لم تدري حيث الخطأ والصواب فخالف هواك فإن الهوى يقود النفس إلى ما يعاب. يعني إيه أخالف هوايا وأعرف منين الهوى ده هو ده الصح اللي أنا بخالفه ولا الغلط؟ هو بس علشان البداية ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأقوى جهاد لما سئل الحسن البصري أو البصري قالوا: ما أقوى الجهاد؟ قال: جهاد هواك
تجاهد هواك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم لقى المسلمين راجعين وبعد الفتح سعداء، قال لهم جئتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، لأن جهاد النفس أصعب أنواع الجهاد. كلمة الهوى بقى إيه؟ ليه كلمة الهوى؟ كلمة الهوى لأنها بتهوي بالنفس إلى الأرض، إلى الدنيا، إلى الحضيض، بتبعد الإنسان على كل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ربنا لما جه يكلم سيدنا داود قال له إيه؟ قال له إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم الناس ولا تتبع الإيه؟ الهوى، فيضلك عن سبيل الله. فجعل ربنا الحق في إنك تخالفي هوى النفس. يعني إيه أخالف هوى النفس؟ يعني كل ما نفسي بتقودني لشيء أنا بفطمها. مش هقول أفضل من كلمة فطام النفس عن الهوى، أفطمها إزاي؟ بروضها زي الفلو، الحصان الصغير اللي أنا أقدر أروضه زي الطفل، زي أي حاجة بين إيديكي بتقدري تروضيها. أكون أنا القائدة، مش النفس اللي تلجمني وتقودني حيث تشاء، لا، أنا عايز أخد كل السبل اللي تقربني لله سبحانه وتعالى. بإيه؟ بإن كل ما نفسي تقودني لشيء أنا أعمل عكسه. ليه؟ لأن كل ما في عكس هوى النفس هو إرضاء لله سبحانه وتعالى. طيب هنا في عايزة أدي مثال في حياتنا بنشوفه نموذج، عشان ده هيوضح قوي التفصيلة دي. الناس اللي دماغها أفكارها متطرفة وبيعمل لهم غسيل مخ إن أنت ممكن تفجر ويبقى إرهابي علشان خاطر تدخل الجنة، تمام، ده شايف ان هو كده بيخالف هواه، ده سايب الدنيا وسايب كل حاجه وبفكر وبقتل الناس علشان خاطر افوز بالجنه وبعمل الخير. هنا ايه الفيصل اللي يخليني اعرف هوى النفس ده تحت مرجعيه الله ولا لا؟ انا لما بعمل حاجه تحت مرجعيه الله، ربنا بيديني حاجه اسمها الهدايه التوفيقيه، هداية من الله سبحانه وتعالى. بحس ان كل خطواتي مباركة في العمل اللي انا بعمل فيه. لكن اللي حضرتك، انا سوري يعني انا اسفة، المثال اللي حضرتك ضربتيه ده مثال بيعملوا له برين ووش، بيعملوا له كده غسيل مخ لكل حاجة، هما بيبقاش شايف، هما بيسلبوه ارادته تماما، بيصلب الارادة فبيبقى مش شايف خالص. زي الانسان في حالة الغسل بيبقى ايه؟ مسلوب الاراده، بيجيبوه كده. الانسان اللي بيعملوا له ده يقول له روح فجر واعمل، وانت فين اللي في القران او في مدرسه النبوه قال الكلام ده؟ مفيش علم، ما عندناش علم. احنا عندنا دستور حياتنا بناخده من كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ما عنديش حاجه في كتاب الله قالت الكلام ده، ولا في سنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلام ده. فهو بيروح يفجر نفسه، يبقى خسران الدنيا وخسران الاخره، لان هو عمل ووهم نفسه انه مخالف هواه. يعني هو واهم نفسه ان هو كده مخالف هواه وبيضحي بنفسه اصلا. هي فين الهوى هنا؟ هو كده هوى اصلا، هو كده هوى بالظبط، هو هوى وفي التهلكه. ما هي دي بقى الفكره، عشان ما يختلطش كبدايه كده في اساسيات الحلقه اللي هنتكلم فيها، ما يختلطش علينا الافكار ان في مرجعيه هي العلم، ودي اول حاجه ربنا قالها للملائكه اني جاعل في الارض خليفه، وفي الاخر قال اني اعلم ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها. فكره العلم هو البوصله اللي تخلينا نتعرف انا افكاري دي هوى نفس تحت، يعني انا اللي عايز، انا اللي حابب، ولا تحت مركزيه الله. حبيبتي العلم ربنا سبحانه وتعالى بيرفع بيه، ربنا سبحانه وتعالى كل انسان بيقدم على العلم ربنا بيرفعه درجات. هو لما ربنا قال والذين جهادوا فينا، هو جهاد النفس بالعلم، بالعلم اللي اقرا واعلم واشوف مراد الله وما خلف الايات، وربنا اراد هنا ايه وعاوز مني هنا، واشوف راي الفقهاء والعلماء في كل الحاجات دي. ربنا قال يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات. ده انا كل ما اقرا، كل ما ارتقي بسلم الوصول لحد ما اوصل الى الله سبحانه وتعالى بالعلم، لانه مش هيرقيني بس، هيرقي نفسي وهيرقي اخلاقي وهيرقي مشاعري، هيرقي سلوكياتي، هيبقى الانسان كده على بعض كتله نورانيه. ليه؟ محب لله، ماشي على ايه؟ ماشي على الدرب لحد ما يصل الى الله سبحانه وتعالى. فساعتها يبقى عارف الطريق. وحتى لو ما امبارح حتى كنا بنأكد على فكره احنا مش لازم نبقى علماء، بس فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فكره ان كل حد عنده امر في حياته لازم يرجع للقانون بتاعها، للمنهج بتاعها، عشان يعرف هو بيخالف هواه عن حق ولا بيخالفه عن باطل. ما بقيناش لينا حجه قدام ربنا، لان ما شاء الله كل عندنا العلماء وعندنا الكتب وعندنا كل الوسائل اللي احنا نتعلم من خلالها. مش لازم اكون عالمه علشان اعرف، لا، وهديناه النجدين، انا عارف الصح وعارف الغلط، لكن دائما بروح على الغلط شويه، لان ده النفس وهو ده اللي احنا عايزين نروضها ونقاومها. ان النفس لاماره، النفس اماره دايما بالسوء. فانا عشان اروض نفسي يبقى اكبح جباح نفسي، وعندي خطوات لكباح النفس. هنتكلم بقى عنها بالتفصيل. بس معانا ام محمد على التليفون. اهلا وسهلا يا ام محمد. ازيك يا استاذ؟ اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي.
ازيك يا استاذ سارة؟ اهلا وسهلا يا ام محمد، عامله ايه حبيبتي؟ اتفضلي، بقالنا كتير ما يا سمعناش رب صوتك. يخليكي يا حبيبتي، وحشتيني يا استاذ سارة والله. وانتي والله يا ام محمد، يا وانتي رب والله، يخليكي يا معلش حبيبتي بيبقى في دايما كذا ام محمد، فانا في الاول ما لقطتش الصوت، بس يا رب تبقي بخير دايما. دايما يا حبيبتي، يا رب يخليكي دايما منوره الشاشه ومنوره حياتنا يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا ام محمد. انا ليه فتره نحاول نكلمك يا حبيبتي بس مش عارفه من يوم. معلش يا ام ربنا يخليكي، محمد شكرا والله، ليكي يا حبيبتي وعلى سؤالك علينا يا غالي. ربنا يخليكي يا ام محمد، وبتنورونا تمام دايما والله. ليكي اي استفسار يا ام محمد النهارده؟ يا رب في اي يخليكي يا حبيبتي. سؤال؟ بس كان نتكلم على فضيله الشيخ محمد، والله انا يعني مستنوه كل حلقه بس ما جاش النهارده. ربنا يكرمك، كان معانا امبارح سلمي عليه والنهارده حبيبتي، ضيفتنا الدكتوره راويه، ربنا يبارك. اتشرفنا بيها يا حبيبتي. اهلا يا رب بيك يا يخليكي، فندم، كل ضيوفك كويسين يا رب ربنا يخليكي. يحفظك ويبارك كتر فيكي. الف خيرك يا ام محمد، تسلمي ماشي، يا ام محمد. نسأل الدكتوره بعد اذنك. اتفضلي معاكي، اتفضلي يا ام محمد. يا فضيلة الشيخ، انا نصلي الظهر يعني حاضر، ونضيف نصه ونضيف اول ركعتين ونقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، ونصلي على سيدنا محمد وندعي لنفسي في نص الصلاه يعني وعيالي. بتدعي وانتي بتسجدي يعني ولا بتدعي امتى؟ نصلي ركعتين الاول وبعدين نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين 3 مرات، ونصلي على سيدنا رسول الله وندعي في نص، يعني ايه صح ولا؟ طب انا عشان بس السؤال يوضح يا ام محمد، انتي بتتكلمي دلوقتي على صلاه الظهر ولا الركعتين دول في الظهر نفسه ولا سنه قبله؟ كل الصلاه او الفجر هنصليه، نصلي اول ركعه يعني ونقول الدعاء ده كل الصلاه المغرب العشاء. طيب بتقوليه وانتي ساجده ولا وانتي راكعه ولا وانتي واقفه بتقوليه فين؟ لا انا مصلي اول ركعتين وقاعده ونروح جاي لهم، ما اكونش ساجده. وانتي قاعده يعني بين السجود ولا ايه بالظبط؟ عشان نقول لك، عشان ممكن تكون فيها خطوه زياده بتعمليها غلط في الصلاه. فاول ركعتين يعني نصليهم، نصلي ركعه ونروح نصلي الثانيه وقاعده على حيل نقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. طيب احنا هنرد عليك يا ام محمد، لان في اساسيات طبعا للصلاه، ودكتوره راويه هتجاوب عليكي. حاضر، شكرا يا ام محمد. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يتكلم عن الصلاه قال افعل يعني صلوا كما رايتموني اصلي. احنا بنتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه، في الركوع، في السجود، في القيام، في قراءه التشهد، في كل شيء، ولكن تكون الصلاه مطمئنه. اي زيادات في الدعاء في السجود ما فيش فيها مشكله، لكن انا ما زودش مثلا وانا قاعده قبل التشهد اقول كلام. يعني احنا عندنا المدرسه النبوه علمنا كيفيه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي لو بتقول اي ادعيه وهي ساجده ما فيش اي مشكله انها تطيل من السجود، ربنا بيتقبل من كل الناس سبحانه وتعالى. لما دخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم لقوه بيدعي، فقالوا له يا رسول الله لا احنا لا مش عارفين نوصل لدندنتك، فسالوا قال له انت ماذا تقول؟ قال اللهم اني اسالك الجنه واعوذ بك من النار. قال حولا ندندن، فاي كلام بيخرج من القلب لله سبحانه وتعالى ربنا بيستقبله. لكن انا لا ازيد في السنن، لا ازيد في الاركان، لكن افعل الصلاه كما كان بيصليها النبي صلى الله عليه وسلم. بالظبط يا ام محمد، زي ما دكتور راويه قالت، اي ادعيه اي حاجه بتبقى وانت ساجده، عشان الصلاه ليها اساسيات معينه. وطبعا لو انت متلخبطه الصلاه بالذات بتتعمل ازاي، شكلها ايه، ففي وسائل كتيره قوي ان شاء الله، يعني انت لو حد دلك عليها، لو شيخ جنبك في الجامع، اي حاجه، لان الموضوع ان شاء الله يبقى سهل وبسيط. ولو احتجتي اي حاجه تاني كلمينا يا ام محمد. تسلمي، ربنا يتقبل منك يا ام محمد ان شاء الله. يا رب باذن الله. معانا استاذه نورهان. أستاذة نورهان أهلا وسهلا. ممكن أكلم الدكتورة راوية؟ مع حضرتك، اتفضلي. أهلا وسهلا. أهلا حضرتك، كان عمري 21 سنة وما صليتش، وعايزة أنتظم في الصلاة يعني أبقى مع ربنا فيه. طيب وكنت ما شاء بعمل الله. يعني الأول ذنوب يعني ما كنتش كده يعني. أنا كنت الأول بعمل تمام ذنوب. نورهان، أنت عمرك وأنت صغيرة ما تعلمتيش الصلاة لسه خالص؟ لا أنا كانت ماما بتقول لي صلي كل حاجة، بس أنا ما كنتش برضه أصلي. طيب انت سؤالك ايه يا نورهان بالظبط؟ عايزه انتظم وعايزه ابقى مع ربنا يعني وكده، عشان انا خايفه. عايزه تعرفي الطريق تبتدي ازاي؟ عايزه اتوب وعايزه ارجع لربنا كده وعايزه يحبني يعني. سبحان الله. حاضر يا نورهان، هو اصلا مكالمتك دي انت رجعتي باذن الله، يعني ربنا يبارك لك، هي النيه واضحه ان شاء الله. هنجاوب عليكي. حاضر يا نورهان. حبيبتي انت مجرد ما انت عاوزه خلاص انت دخلتي خلاص في معية الله سبحانه وتعالى. موضوع التوبة، باب التوبة مفتوح لحد ما تخرج الشمس
من المغرب، اخر باب يقفل. انت التوبه دي ممكن تقولي كلمتين بينك وبين ربنا، ربنا بينظر لحال قلبك، عايزه تنتظمي مع الله سبحانه وتعالى في الصلاه، عايزه تقبلي على الله سبحانه وتعالى، ربنا قال من تقرب الي شبر. شوفي بس انت تتوضي وتقفي بين يد الله، ربنا هيفتح لك كل الابواب. وهو زي ما ربنا قال كده، يا داود لو يعلم المدبرين عني، بيقول لسيدنا داود، لو يعلم المدبرين عني شوقي الى عودتهم ورغبتي في توبتهم لذابوا شوقا الي، فذلك حال المدبرين عني. يا داود ده حال المدبرين، فما بالك بالمقبلين. فانت اقبلتي على الله فتوكلي على الله، وان شاء الله من المقبولين. والمره الجايه هتقولي لي ان انت اللي انتظمتي في الصلاه ان شاء الله. طيب دكتور روية، بالنسبه للصلوات اللي فاتت هل تأديها، المفروض انها تقضيها؟ تأديها وقت ما بتصلي، مثلا تصلي الصبح مرتين، الظهر مرتين، العصر، على قدر المستطاع، لكن تعمل ده بحب مش بتقل. صح، يعني انت بدايه تتدرب على بس الالتزام الاول، انها يبقى الموضوع ما يبقاش فيه مشقه عليها، واحده واحده، لان هو ربنا قال واصطبر عليها، فهي الموضوع محتاج رحله وصبر، وبعدها لازم يبقى في دماغها انها لازم تعوض. هي ان شاء الله طالما وضعت اول قدمها على الباب سيفتح الباب باذن الله. وبعدين يا نورهان، في حاجه مهمه جدا بس بتغفل عنا، ودي ان شاء الله موضوع حلقه بكره، يا ريت لو تسمعيها ضروري، فكره ان الطريق الى الله لازم في معرفه، بتتعرفي على ربنا من خلال معلومه، لازم في معرفه ومعلومه وفي ذكر. العبادات مهمه جدا جدا واساسيه، لكنها مش لوحدها، فالمعرفه اللي هتقويكي ان انت تنتظمي، ومع الوقت ما تحسيش ان انت همتك هتزيد ومش قادره ان انت تواظبي. بكره الحلقه تتكلم في الموضوع ده باذن الله، فاسمعي بكرة إن شاء الله يا نورهان. نرجع لموضوعنا، وموضوع مهم قوي. ربنا لما قال فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فكرة إن يعني إيه النفس مطوعها يا دكتور روية؟ هي كلمة طوعت فيها إعجاز بياني من الله سبحانه وتعالى. التطويع لا يكون إلا للأشياء الصلبة، طوع حديد، أطوع نحاس، المواد المعادن فيها تطويع، لكن علشان أطوع معدن بحتاج جهد. هو أنا ممكن أقوم أتني الترابيزة دي؟ ما هو التطويع بمعنى ايه؟ انا عندي القدرة اني اسنيها اي جزء من المعادن اللي قدامي دي. صعب طبعا. فطوعت نفس له نفسه، التطويع ده ما حصلش مجرد يوم وليلة، لا، ده النفس الطيبة والنفس الامارة الاثنين جوه الانسان، الهمها فجورها وتقواها، الاثنين مع بعض في حالة من الصراع، النفس اللوامة والنفس الخبيثة، والنفس حالة صراع. النفس الخبيثة ما زالت عن النفس الطيبة تحاول 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 لحد ما انتصرت عليها فطوعتها. طوعتها يعني ايه؟ يعني الجمتها بلجام. شوفي قد ايه المعنى، حكمت فيها تماما، خلاص ما بقى الانسان ايه؟ مسلوب الاراده امام النفس دي. ليه؟ لانها نفس اماره، والانسان هو اللي يقدر يوصلها لهذه المرحله، هو اللي يقدر يفطمها، هو الانسان بايده، لان كل هي النفس كلها نفس واحده، لكن كل دي صفات ربنا بيديها لنا. يعني النفس نفس واحده ربنا خلقها بينا، لكن كلها صفات، المطمئنه والاماره واللوامه دي صفات للنفس. فكان الصراع جوه ان هو يقتل اخوه، ما خدش وقت، اللي ده خد ايام وليالي لحد ما تراكمات للقلب وللنفس، لحد ما النفس راحت لسكه الفجور مش الطلق، زي ما ربنا بيقول قلوبهم غلف، قدرت تغلف القلب ده لحد ما قدرت تطوع القلب ده، انه حطت على بصره غشاوه والقلب بقى فيه غلف فقدر يقتل. لكن الموضوع مش انها فطوعت، فلا، ده خدت مراحل من الفكر لحد ما قدرت النفس تقوده الى مستقر الشر فيه فقتله. فكلمه التطويع كلمه رائعه من الاعجاز البياني في القران الكريم. فاحنا لازم نكون مركزين قوي، انا بطوع نفسي لانهي طريق؟ طبعا للفجور ولا للتقوى، واعرف ان انا في النهايه هل بخالف هوايا لانهي طريق؟ فدي مهمه قوي المراقبه دي. ربنا قال الانسان على نفسه بصيره، انا ببصر. وافضل حاجه الصدق مع النفس، اللي هو صدق الموافقه، حاجه رائعه اسمها صدق الموافقه، صدق نفسي يتوافق مع العمل اللي انا بعمله. ما هي دي بقى اللي احنا الجزئيه اللي محتاجين نتكلم فيها ضروري. بس معانا ام سما، اهلا وسهلا يا ام سما. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ساره. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. انا بحبكم جدا وبحب البرنامج جدا بصراحه ربنا، واهلا وسهلا بالدكتوره روية. ربنا يبارك فيك ويحفظك ويزيدك يا رب. بصي، انا عندي مشكله ان احنا كان في بيني وبين اهل جوزي خلاف. تمام. الكلام ده من شهر 5. تمام. بس ف يعني اخت جوزي الله يرحمها ويسامحها، هي توفاها الله يوم 19/7. معلش ما سمعتش الجزء الاخير.
بس ف لا ما سمعناش يعني الجزء الاخير يا ام سما. هي ماتت يوم، ماتت شهر 7. لا ما مين اللي ماتت؟ اخت جوزها. اخت جوزي. اخت زوجي. اخت جوزي. تمام. انا كان في خلاف بيني وبين جوزي، وانا كنت حكي لها على اللي حصل بيني وبين يعني بيني وبينه. تمام. وكنت قايله لها على كل اللي حصل وسوء الفهم اللي هو وصل له. تمام. واتكلمت معاها وضحكنا وهزرنا مع بعض. اتفاجئت بكلام تاني جت عند والدتها، اتخانقت فيا وطردتني من البيت. والدتها؟ في بيت والدتها. ايوه والدتها اللي طردتك من البيت. لا لا هي هي نفسها. تمام. قبل ما تتوفى، وتوفت بعدها بوقت قليل. بفترة يعني بشهرين. طيب السؤال ايه تحديدا يا ام سما؟ نفسيتي تعبانة جدا. انت نفسيتك تعبانة. يبقى في زعل بينها قبل ما تموت، وانا عمري ما اذيتهم في حاجة. ايوه هو موقف طبعا قاسي، ان فكره ان انت كانت صديقتك وفي النهايه كانت سبب في مشكله وبعدها توفت وانت النفوس شايله. بالظبط. بس انا قبل وفاتها يوم وقفه عرفه بعت لهم رساله كلهم ليهم كلهم. تمام. بالمعايده بعيد الاضحى وكده، بس ما حدش برضو رد عليا. وما حدش رد عليك. طب موقف زوجك ايه؟ لا هو لما شاف ان انا اتطردت وكده، فكان ازاي ان انا اطرد من بيت اهله. يعني هو شايف ان ده يعني واقف في صفك في الموضوع ده. بس انا يعني انا الفتره دي هم فاكرين ان انا اللي قطعت صله الرحم بيني وبينه، بينهم وبينه. هو مقاطعهم؟ كان مقاطعها هي. ايوه ان هي طردتني من بيت ابوها يعني. طيب قبل ما تتوفى هو صالحها ولا لا؟ راح لها المستشفى. الحمد لله. راح لها المستشفى. تمام. بس انا ما شفتهاش. طيب وضع زوجك مع والدته ايه؟ لا لا كويس جدا، هو برضي بيها جدا جدا يعني. طيب لكن علاقتك لسه طبعا مش متوتره لسه مع مع الوالده. ايوه علاقتي متوتره بيهم. ايوه بس انا والله ما اذيتهمش والله. طيب. يعني ما فيش حاجه وحشه ما بينهم. طيب يا مسامي. انا حاجة في نفسيتي نفسي احس براحه. مش انت انا اخر سؤال هسألهولك في الموضوع. فكره احساسك بالراحه، هل في شعور بالذنب ولا شعور بالتاثر ولا لوم ولا ايه بالظبط؟ شعور بالتاثر ان انا فقدتها، ان انا كان نفسي يبقى بيني وبينها تواصل. بالظبط. لكن ما فيهوش شعور بالذنب او حاسه ان انت قصرتي معاها في اي حاجه فيها. لا لا انا ما غلطتش فيها، لان انا اللي اتغلط فيا. تمام. وبعت لها رساله كمان قبل في الوقفه. رساله. ايوه وهم كانوا عايزيني اتاسف لها، بس انا ما غلطتش فيها. طيب هي وصلت الصورة كاملة يا أم سما، وهنرد عليكي. حاضر. ربنا يريح قلبك يا رب. طيب هنطلع فاصل يا دكتور راوية بعد إذن حضرتك، ونرد بعد الفاصل إن شاء الله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية. كان سؤال ام سما قصه فعلا مؤثره وفيها عبر كتيره قوي. فكره انها كانت اخت زوجها كان في مشكله كبيره منها، واخت زوجها طردتها وكان موضوع صعب، فحاولت يعني هي اتاثرت وفي النهايه توفت اخت الزوج، بس هي عملت انها بعتت لها رساله قبل وفاتها، بس هي ما ردتش عليها وكان الكلام ده في الوقفه، فهي متاثره وبتقول قلبي وجعني على الموضوع. هي ام سما اصلا نفسها لوامه، هي مهما بتعمل حاسه انها مقصره، يعني رغم كل اللي تعرضت ليه هي حاسه ان هي مقصره، والدليل على كده نفسيتها تعبانه. انا بس عايزه اطمنها واقول لها انت عملتي كل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، لانك انت بتعملي العمل لله، والدليل على كده رغم اللي هي تعرضت ليه بعتت رسائل ان هي بتقول انا يا جماعه بصل الرحم اهو، كونهم ما ردوش دي حاجه بينهم وبين ربنا، لكن انا عايزاها تهدأ نفسيا. هي خلاص عملت اللي عليها، وبفضل الله زوجها علاقته كويسه باهله، مش مقاطعة، هي بس اللي فاضل انها تتغافل بس. تتغافل عشان والدة تعرف تكمل. وتعرف تكمل حياتها، وبرضه في باب رائع انها تفضل تدعي ربنا ان يصلح ذات بينهم، بينها وبين اهل زوجها، اللهم اصلح ذات بيننا. طول ما هي ساجدة ربنا قال قل ادعوني استجب لكم،
هيستجيب الدعاء وهتتصلح العلاقه، وان شاء الله يكون كل اللي جاي خير. يا رب باذن الله. هي الفكره ان احنا ساعات بنتعرض للمواقف الصعبه والقاسيه دي بتبقى كلها بتودينا في نهايه ما نتعلقش ببشر، ما نتعلقش بنتائج، ونتعلق في النهايه ان ربنا، وهي دي النهايه. يعني سبحان الله الوفاه، ربنا يرحمها يا رب ويغفر لها. بس اهي الوفاه دي عبره من من اهم العبر. طبعاً. فهي الفكره انت تاثرك طبيعي كنفس بشريه تكوني حزينه اصلا للفقد، حزينه انها كانت صديقتك، في حاجات كتيره تخليكي تحزني، بس عشان ما تستمريش في ده وتنشلي نفسك من ده، انت بقى لازم احلال وتبديل فنطوع نفسنا زي ما حضرتك قلتي يا دكتور راويه، رحله بقى مع ربنا، فتفضلي طول الوقت شايفه الحمد لله ان انت ايه مقياسك، هواكي تبعتي هواكي ولا اتبعتي اللي ربنا قاله. فده في يعني نفس الموضوع سبحان الله، نفس الحكمه اللي بنتكلم فيها طول الوقت. هنتعرض للمواقف دي يا دكتور راويه، وكل ما نتعرض بنتعلم. بالظبط. وقلنا ان بدايه الطريق، وده الجزئيه اللي وقفنا عليها، فكره انك مش هتعرف تعرف انت بتتبع هواك ولا لا الا بالصدق. فعلا فكره وجود الصدق، ان احنا نتاكد اصلا ان احنا نفوسنا تكون صادقه ولا لا، يعني ترويض النفس علشان يحصل. العلماء اجمعوا ان هو بدايته بطانه الصدق في القلوب، قالوا انه تمرين النفس على الصدق في الاعتقاد وفي الفكر وفي العمل. ايه المقصود بده؟ ربنا سبحانه وتعالى قال في القران الكريم: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. هم صدقوا، صدقوا مع الله فصدقهم الله. صدقوا مع الله ازاي؟ لانه صدقوا مع نفسهم. في حاجه اسمها صدق الموافقه، ان كلامي بيوافق ما في نفسي. غير بقى ان في ناس ثانيه ما شاء الله بتبقى عندها احتراف في الكذب، وبيقدر يكذب وبيقدر يغير المواقف، لكن بيكون على ارض هشه سرعان ما بيسقط. علشان كده ارض الصدق دايما بتكون ارض صلبه. يعني ايه صدق الموافقه؟ يعني انا سعيده ان انا في البرنامج، انا وانا جايه سعيده في البرنامج، موافق اللي جوايا سعادتي، فانا كده عندي حاجه اسمها موافقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ايه؟ ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. ازاي هكون صادقه؟ بالمواجهه، اواجه نفسي دايما. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. كل عمل بعمله انا بعرضه على قلبي، العمل ده موافق لكتاب الله؟ موافق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ موافق لي أنا كسلوك في وضع اللي أنا موجودة فيه؟ الحالات دي كلها حالات بتقود النفس إلى الصدق. أنا بزق نفسي واحدة بواحدة لحد عشان أكتب عند ربنا صديقة، إن في يوم من الأيام ربنا يقول صديقة. لأن الرسول اداني الروشتة أهو، قال يصدق ويتحرى. مش بصدق بس، ده أنا بتحرى. طب وانا لما جيت النهارده قلت لهم انا سعيده ان انا معاكم، وانا فعلا كان جوايا كده، هل صدق لساني موافق لما في قلبي؟ يبقى انا كده بدات الخطوات صح. يبقى اول حاجه هبدا بيها اصدق نفسي بايه؟ بالمحاسبه. التدرج بقى، هاخد مراحل من التدرج مع النفس. مفيش حاجه بتاتي مره واحده، لازم التدرج. وقالوا كل شيء بالمران ياتي. وعلماء النفس ويليام جيمس وإدلر وغيرهم قالوا إن النفس دي علشان أقدر أقودها، لما حضرتك تفضلتي، فيها حاجات، فيها فجور وفيها تقوى وفيها شهوات وفيها غضب، الحاجات دي وفيها علم وفيها حكمة. الحاجات دي أنا أقف معها، أعمل موازين، أحطها على نفسي. إمتى أتكلم وإمتى أسكت؟ إمتى يعف لساني وإمتى أنطلق بلساني؟ إمتى أتكلم في أمر يربطني بالله سبحانه وتعالى، وامتى اشعر ان هذا الامر سيبعدني عن الله سبحانه وتعالى؟ فحط معايير لحياتي وامشي عليها. ليه؟ لان كل نفس، كلنا نفس، كل نفس جوه كل انسان مختلف عن التاني. ربنا قال كده: فالهمها فجورها وتقواها. انا بقدر مستوى الفجور عندي قد ايه؟ بقدر اكبح بيه جماح نفسي. ومستوى التقوى قد ايه؟ بقدر اقول ايه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع. نفسي بتقول لي ما تقوميش تصلي، ما انت مرهقه وطول النهار في الشغل واداريات وانضاط، ما تنامي. فلاقي التقوى بقى تقول لي لا قومي. ازاي؟ ده انت في اجمل انس، ده انس بالله سبحانه وتعالى. ده اذا انس اهل الدنيا بالدنيا فانس انت بالله. روحي لله سبحانه وتعالى، امتلئي بالفيوضات الربانيه، صلي نفسك بالله، اجعلي القلب يسجد تحت العرش، اسجد واقترب. ربنا قال كده: اسجد واقترب. فقال لي لا اقوم رغم كل التعب، الاقي نفسي يعني. والذين جاهدوا، ربنا يعني يديني الاعانه. اقوم اتوضى وتقفي بين يدي الله، اول ما بسم الله الرحمن الرحيم تشعري بملذه القرب من الله، يسجد القلب تحت العرش، فتنسي كل الدنيا وما فيها،
بلذة القرب من الله. فدي بقى درجات مخالفة نعم. الهوى بتيجي طبعاً. واحدة واحدة زي ما حضرتك قلتي، هي رحلة رحلة أطلع. معرفة رحلة من المعرفة، بتعرف على ربنا ومن خلال علماء، ومن خلال زي امبارح كنا مأكدين فكرة مش بفتح كتاب وبطلع منه أنا أستنبط أحكام أو أستنبط لا. معرفة لا. لازم معلم بيعلمني من خلال بقى وسائل، من خلال بشكل مباشر، بس بحس إن إحنا بنعرف أنا الجزء ده أنا مخالفة فيه ولا لأ. حضرتك قلتي جملة مهمة قوي، حضرتك قلتي بعرض الموضوع على قلبي نعم. وهنا في وقفة يا دكتور راوية، لأن فكرة إحنا كتير قوي بشكل دارج بنقولها استفتي قلبك. هو أي قلب ينفع إن إحنا نفتيه ونسمع كلامه؟ ولا إحنا كمان نقدر نستفتي قلبنا. الاستفتاء القلب ده كان في عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس دي ما كانتش الدنيا ولا طرفة عين في قلوبهم، كانوا بيصدقوا النبي يقول لي يا رسول الله أنا هدخل صلى الله عليه وسلم المعركة دي، هدخل وادعو الله أن يأتي لي الرمح ها هنا، أو يأتي لي السهم ها هنا، أو أن تبتر قدمي أو أن تبتر يدي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلاقيهم حصل اللي هم قالوا، صدقوا الله فصدقهم الله. دول اللي يقدروا يستفتي قلبهم، الدنيا مش على بالهم. لكن احنا طالما في حالة من الشد ما بين الدنيا وبين الدين مش هقدر استفتي قلبي، لان القلب مش كله صافي لله سبحانه وتعالى. ما نضمنهوش، ما نضمنهوش، ما نضمنهوش خلفياته ايه، متقلب. لكن كان الاول كان يستفتوا قلبهم، وبقول لحضرتك كانوا بيصدقوا الله، يقول لك ايه، صدقوا الله فصدقهم الله. لكن ازاي اجي القلب، الدنيا واخده جزء كبير منه، والهوى النفس، واحيانا بتهوي بيه النفس، واحيانا تقوم الانسان يروح ويرجع ويتوب ويستغفر ويرجع تاني. مش ده القلب اللي يستفتى. القلب اللي استفتى قلب إبراهيم، إذا جاء ربه بقلب سليم خالي من كل الأضغان ومن العيوب ومن الهوى. إبراهيم كان أمة، إيمانه لوحده كان إيمان أمة، ده القلب اللي استفتى. سبحان الله، هي الفكرة إن تحول القلب، بقت النفس هي اللي تحت طوع القلب السليم. نعم. فبقى القلب السليم هو المتحكم، وده بيجي لما الروح بترتقي بالمعرفة وبالعلم، فكل يعني الإنسان كله على بعضه بمكوناته بيرتقي، فبيبقى مش بيحكمه الهوى، بيبقى عارف إن أنا مرجعيتي الله هنا ولا مرجعيتي الهوى. فساعتها بيبقى وصل لمراحل إحنا ما نضمنش خالص إحنا نكون وصلناها ولا لأ. نعم. البديل ان احنا ما نستفتيش قلبنا، بيكون آليات معينة لترويض النفس، ودي قالوها العلماء وجمعوها يا دكتور راوي. قالوا ان في ترويض للعوام وفي ترويض للخواص. ايوه طبعا. ترويض العوام قالوا باربع حاجات. اول حاجة قالوا بالاخلاقيات ومراعاة انا بتبع المنهج بالاخلاقيات ولا لا، وقالوا بالعلم، وقالوا بالاخلاص ان انت بتبقى مخلص في العمل اللي انت بتعمله، ورابع حاجة قالوا بمراعاة الحقوق. ممكن نعدي عليهم كل واحدة كده عشان نعرف أهميتها إيه. أول حاجة الأخلاق. الأخلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة هم مين؟ أحسنكم أخلاق. أقدر أحسن خلقي؟ أقدر أحسن خلقي، كل شيء بالمران أقدر أعمله. أقدر أعصم أخلاقي إن أنا لما أكون قاعدة في مجتمع أو مع ناس أو أتكلم الكلام الطيب اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى، إن ما أجعلش لساني دايما يطلق إلا كل ما يوافق مراد الله. أبقى أنا ماشية كده إن حواسي كلها، كل حواسي لله فقط. وده إمتى بقى؟ لما يكون كل عملي بعمله خالص لوجه الله. أنا بنوي أقول يا رب العمل ده خالص لوجه، فلاقي ربنا طوع حواسي، وتطويع الحواس هتيجي بالعلم، لأني هقرأ وهعلم وهقدر أقرب، والعلم بيقرب الإنسان درجات لله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه قال إن إنما يخشى الله من عباده إيه؟ العلماء. فالعلم هيقربني، ولما اقرب وهبقى فيه خشيه القلب هيبقى ما بين الخوف والرجاء، فهبدا احاسب نفسي العمل اللي انا بعمله ده موافق لمراد الله، العمل ده ولا لا. نعم. فشوفي بقى الدرجات كلها سلسله متكامله الحلقات، الاخلاق هتادي لسلوكيات، هتادي العلم، هتادي العمل، لحد ما اوصل الى ايه بقى الرابعه، مراعاه الحقوق. بس مراعاه حقوق العباد، مراعاة حقوق كمان العباد، ان انا هراعي حق حضرتك حتى في الابتسامه اللي ببتسمها لك، في السلام اللي انا بسلمه عليك، اني ما انزعش ايدك زي ما النبي علمني قبل ما انت تنزعي ايدك، اني اقابلك بابتسامه طالعه من قلبي عشان تظهر على وجهي. شوفي بقى الحق هيبقى بايه؟ في ابسط حاجه، في رد السلام، وانا برد السلام عارفه معنى الرد اللي انا بقوله لحضرتك، ان انا اكون في مجلس علم وقاعده بتكلم مع حد موافقه الكلام اللي انا بقوله لمراد الله. هطوع كل نفسي تطويعه لمراد الله سبحانه وتعالى.
هي سبحان الله فكره. احنا اصل كتير بنبقى فاكرين انا ما انا براعي حقوق اللي حواليا او براعي حق نفسي، وحق مراعاه الحقوق دي هي دي رسالتنا الاساسيه في الارض كدورنا كخليفه الله في الارض، ابتداء من نفسي بحق ربنا حق كل حاجه عليا، مش هتحصل غير بالثلاثه اللي قبله. طبعا. فكره ان في النهايه تكون في اخلاقيات، في الاخلاقيات هي المنهج اللي ربنا حطه وبعثه مع الرسل كلهم والكتب السماويه العلم، وان احنا نتعلمه الاخلاص في تاديه ده، فبناء عليه مراقبين نفسنا طول الوقت بنوفي حقوق اللي علينا ولا لا. النبي قال فدي منظومه ترويض النفس. نعم، النبي قال بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. هو دي اللي حولها ندندم، ان احنا لو وصلنا لمكارم الاخلاق هنصل الى مكان هنبقى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، اقربكم مني مجلسا. فالمنظومه كلها متكامله، حياه الانسان كلها متكامله علشان نادي الدور اللي ربنا خلقنا من اجله. وما خلقت الانس والجن الا ليعبدون. سبحان الله. هي فكره بقى ده ترويض العوام، في بقى ترويض الخواص. قالوا الخواص دول هم اهل الله اللي هم بقى عدوا الدرجات بتاع تطويع النفس، بيقولوا بيكونوا من سماتهم مش مشتتين خالص، مش شاغلهم لا بشر ولا دنيا ولا رزق بابعاده ولا اي حاجه، هم في حال مع الله ما بيلتفتوش والملتفت لا يصل. نعم. ايه المقصود بيها بقى يا دكتورة؟ خاصه دول خلاص عرفوا الطريق، وقفوا على باب الله وعرفوا المدخل إلى الله سبحانه وتعالى، وحسوا بلذة القرب من الله. لذة القرب من الله بتنسيك كل من حولك، لا مناصب ولا ناس ولا قالوا ولا قلنا ولا دنيا كلها، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. بقى كل اللي يشغل باله لحظة القرب، وكمان مش دي بس، من أحب لقاء الله أصبح القرب بالنسبة له ده هو بينتظر لحظة اللقاء، ومش بس لحظة اللقاء بمعنى إن لحظة الموت، لا، لحظة اللقاء في الصلوات، في الخلوات، في لحظات الذكر، في لحظات الدعاء، في لحظات الأنس، في لحظات القرب، في لحظات السجود، في لحظات الخشية، في لحظات الدموع اللي بتنزل مسكوبة بلذة القرب من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله، ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور راوية. هي دايما معاني حضرتك بتمس القلوب دايما، يعني ربنا يفتح على حضرتك. في موضوع مهم جدا في المعنى بتاع مخالفة الهوى كان يتكلم عنه ابن عطاء الله السكندري. نعم. كان أول حاجة قال انظر فيما أقامك الله، إذا أردت أن تعرف مقامك، إذا أردت أن تعرف مقامك. نعم. وقال كمان حاجة مهمة قوي بس هي حكمة طويلة، ففيما معناها قال إن ربنا ساعات يقيمك في التجريد وساعات يقيمك في الأسباب. قالوا ايه العلماء التجريد والاسباب؟ قالوا الاسباب هو مديك انت هتنزل شغل، هتكوني ام وبتشتغلي وتودي تمارين وبتذاكري. التجريد اللي هو انت ممكن ربنا منع عنك الرزق، مفيش شغل، سبت الشغل، فقاعد انت مفروض مشغول دلوقتي، مش لو قاعد فراغ وقاعد حزين على اللي فاتك وعلى اللي لسه ما جاش، لا، مشغول بذكر الله وفي عباده الله. قال لو انت ربنا حطك في التجريد وعينك على الاسباب دي شهوه خفيه، ولو ربنا حطك في الاسباب وان انت بتشتغل وبتقول انا مفيش وقت اعتكف، مفيش وقت اقعد اعمل عبادات زياده، وعينك ان انت عايز التجريد، دي برضو شهوه خفيه ومفروض ان انت تخالف الهوى. فالسؤال يا دكتور راويه، ان احيانا الانسان بيختلط عليه الامر، يقول انا بشتغل وانا بعمل وهي دي عباده اصلا وربنا لا. اقامك فيها، فيحس ان انا مقصر، انا مش بختم القران، انا مش بعمل اللي المفروض في ناس ثانيه متفرغه بتعمله، فيحس ان هنا دي كأنه متبع أهوائه بالعمل وبالرسالة اللي بيعمل. عايزين نوضح المعنى ده لأن كتير بنختلط فيه. من علامات رضا ربنا على العبد أنه ما يكونش عنده وقت فاضي. من علامات الرضا رضا ربنا على أي عبد أنه ما عندكيش وقت فاضي، وقت كله مشغول. العمل عبادة، مشغولة أنك بتعملي العمل جوه بيتك، كل راعي مسؤول، مشغولة بأولادك، بتربي مدرسة، بتدي، بتقعدي تعلمي، بتصححي، بتتكلمي، وكل دي عبادة. عبادة عندك في فترة مراهقة، بتقعدي تقومي سلوكيات، بتاخدي جهد جوه نفسك قد ايه علشان تطوعي نفسه اللي بدات فيها نوع من الاماره بالسوء، وبتعلميه ده جهاد ودي عباده، انك طول الليل طبيبه وقاعده طول الليل نايمه وقايمه على راحه المرضى، على كلها عباده. اللي يسيب دوره يا دكتور راويه ويروح علشان خاطر يصلي، مش بنتكلم على الفروض، او ساب وقت عمله وراح متفرج ماسك مصحف وسايب اللي وراه، هل ده اتباع للهوى؟ ده ربنا قال ومما رزقناهم ينفقون. الرزق ده الوقت اللي انت بتستقطعه للصلاة، ده رزق بتنفقه في طاعة الله، هو ده رزق ربنا مديهولك. لكن ما خدش وقت من مصالح الناس وقول انا واقف اصلي. احنا عندنا الخمس اوقات مشروعة،
انا بصلي جوه البيت غير ما بصلي بره البيت. اصلي جوه البيت انت معاكي وقتك، صلي بقى الصلوات وصلي قبل الصلاه وصلي بعد الصلاه مفتوح، لكن الوقت ده محكوم، انا باخد اجر مقابل الوقت ده جوه العمل. يبقى انا لو خدت وقت اكتر يبقى مالي ده لازم ملوث، بقى اتباع هوى، بقى ما اقدرش امسك برغم انها عبادات. طبعا ما هي عباده، لكن في النطاق اللي ربنا حددهولي لي. الظهر 4 هصليهم، غير بقى انا في البيت زي ما قلت لحضرتك على راحتك، مش في حقوق العباد، ما هنا الحقوق بقى اللي اتقالت. ما اقدرش اخد من حق العبد لان المال اصبح ملوث، اخده ازاي؟ اخد مرتبي ده ازاي وانا اقتصيت وقت من مصالح ناس جايه تمضي ورقه مثلا او جايه تختم ورقه وانا باخد الوقت ده، فكده هيبقى اتباع هوا. فعشان كده ان الانسان على نفسه بصيره، كل عمل بعمله لازم اعرضه على الله، على كتاب الله، ثم على سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اشوف في الموقف ده ربنا قال لي ايه والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، وامشي علشان ابقى كبحت جماح نفسي عن هواها، فافعل ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما اجرش على حقوق العباد. الانسان اللي قاعد ما عندوش شغل وقاعد منتظر ايه؟ منتظر الفتح من الله، فبيملى وقت فراغه بايه؟ بالذكر، بالدعاء، بالاستغفار، بالصيام، باصلاح ذات بين، بتعليم ممكن ناس تكون بسيطه جدا يبدا يعلمها اخلاقيات ما تعرفهاش. في ناس بتبقى عندها علم بسيط ببعض الامور، انت دعمه بالعلم اللي عندك واجعل العمل اللي انت قاعده ده لله. بس انا مش قاعد وانا قلبي يعني زعلان او غير راضي، لا ده انا عارف ان في فرج جاي بس في الوقت اللي ربنا اراده، فانا قاعد ومنتظر. النظره دي مهمه جدا، لان مثلا بنشوفها بالذات في ابهاتنا امهاتنا كل او اي حد من الناس الكبار اللي وصلوا لسن الستين وخلصوا مهمتهم في الشغل وخلاص، حتى بتتسمى يعني طلع المعاش، وهي كلمه بصراحه بايخه، بس الفكره ان حتى الاحاسيس دي بيحس ان انا خلاص ما بقاش ورايا حاجه اعملها، وهي دي بيحصل لهم دايما احباطات ممكن جدا يا دكتور راويه، حس ان انا خلاص ما بقاش ليا استخدام او ليا قيمه زي سابقا. فالمعنى ده مهم جدا، ان تعرفش ربنا بيستخدمك في ايه، لسه طبعا رسالتك مكمله بس باستخدامات اخرى. يا ريت الناس اللي وصلت لسن الشباب، انا ما قلتش 60 سن الشباب، ايوه، يبدا يجمع. ايه المانع انه يجمع اطفال اللي موجودين حواليه ويعلمهم؟ ايه المانع انه يبدا يفهم مثلا لو في بنات صغيرين في العماره يبدا يتكلم معاهم، شباب في سن المراهقه يتعلم. الباب مفتوح، اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر، انت ما طلعتش، بالعكس انت في بدايه سن الشباب اللي ربنا عايز يستخدم طاقاتك، خبراتك بقى اللي خدتها في الستين سنه هتستخدمها ازاي في بونبونيه كده لكل اللي حولك. وفكره ان الانسان حتى لو كل واحد حسب طبعا قدراته وايه ميوله اللي يقدر يطلع فيها طاقاته دي ويستخدمها، كونه زي ما حضرتك قلتي حتى الوقت ده ربنا فرغه عايزك تتعلم وتعرفه، بس يعني الحكمه انك بتتعرف على ربنا بصور تانية. طبعا يعني الانسان حتى اللي بيبتلى بمرض ويقول انا عاجز، انا ما عنديش حاجه اعملها، ده انا عاجز، ده انت رسالتك في الارض واستخدامك حاليا بتعلم اللي حواليك الصبر. بالظبط، فكل سبحان الله ابتلاء بنتعرض ليه او حال بنتغير ليه فهو صوره من صور التعرف على الله. الفكره انك تركز في السؤال اللي بتتساله دلوقتي وفي حالك اللي انت فيه. حتى المبتلى ربنا ما ابتلاكش الا لهدف، ما ابتلاك الا ليصفيك، تصفيه، محطات تصفيه للذنوب. اي ابتلاء في حياه الانسان بيصفي الانسان من ذنوبه، ما ابتلاك الا ليصفيك وما منعك الا ليعطيك. فعشان كده قالوا المنع عين العطاء. سبحان الله. وده يرجعنا لحلقه وفكره البذره بتاعت الحلقه دي هي الصدق، ازاي نصدق مع ربنا. يعني سبحان الله، من صدق بالحسنى فنصدق بالحسنى سنيسره لليسرى، ومن كذب سنيسره برضو لكن للعسرى. فالفكره ان الدخله البدايه هي الصدق مع الله، وربنا هيهديك والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شكرا جدا يا دكتور راوي على كلام حضرتك السلس البسيط الرائع، ربنا يجازيكي عنا كل خير. شكرا لحضرتك، شكرا جدا لحضراتكم، اشوفكم بكره على خير بإذن الله. شكرا ليك حبيبه قلبي، وشكرا لاسره البرنامج، ربنا يبارك.